أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري عدم وجود فرضية حتى الآن عن أسباب تحطم الطائرة في سيناء. وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المجرية في القاهرة أن بلاده لم تجد القدر الكافي من التعاون من الدول الأخرى في مواجهة الإرهاب. وأشار شكري إلى أنه لم يتم إبلاغ مصر بما تردد عن وجود معلومات بشأن سقوط طائرة الركاب الروسية. ما سمعناه عن وجود معلومات حتى الآن لم يتم موافاة الأجهزة المصرية الأمنية بتفاصيل بشأنها، هو علامة استفهام لابد أن تطرح أيضا. فنحن الطرف الأكثر اتصالا بهذا الموضوع، وكنا نتوقع أن المعلومات المتوفرة على المستوى الفني يكون قد تم موافاتنا بها على المستوى الفني بدلا من أن تطلق في الساحة الإعلامية بهذه العمومية.